بكم في حلقة جديدة من قرآنيات. عاصم ابن النجود ده واحد، يعني المصحف ده اتاخد من واحد اسمه حفص من عاصم ابن النجود. عاصم ابن النجود ده علم اتنين اللي هو حفص وواحد تاني اسمه شعبة. الشعبة ده الاتنين الفرق بينهم في قراءة، في القراءة ايه؟ أخ مالك إزيك؟ أهلا بك. فعلا مثل ما أنت تفضلتي أن قراءة القرآن الحالية هي قراءة حفص اللي أو رواية حفص الموجودة في أغلب العالم العربي والإسلامي. هذه القراءة مأخوذة عن شخص اسمه حفص عن أستاذه عاصم، ولكن عاصم كان لديه تلميذان كبيران، حفص ابن سليمان الذي نقرأ فيه حاليا، وفي شخص آخر شهير جدا اسمه الشعبة ابن عياش. أي. هؤلاء يعني هما كان أكبر تلميذين وأبرز تلميذين موجودان أنذاك. ولكن المفارقة أن أصحاب القراءات رصدوا اختلاف كبير في قراءة هذين الشخصين اللي هو الشعبة ابن عياش وحفص ابن سليمان. مع ان المصدر واحد. نعم، هو عاصم. عاصم انا اسات الاخر. فماذا يقولوا في كتب مختلفه من ضمنها غايه النهايه والذهبي في معرفه القراء الكبار؟ ثمة اختلاف، يروى طبعا الكلام عنا ولكن ما نوع، ثمة اختلاف بين قراءه حفص وقراءه ابن عياش في 520 حرفا، اي في 520 موضعا ومكانا. فنحن لدينا الشخصان تعلما مباشرة من عاصم، ولكن خرجا للناس يعلمان باختلاف 520 موضع أو مكان. 520 قراءة أو موضع. نعم. مختلفين حفص وابن عياش. نعم. رغم أن عاصم هو اللي معلمهم. نعم، رغم أن لهم استاذ. طب إزاي دي تيجي يا أخي مالك؟ الطريف الموضوع أن قالوا بأني لما لاحظ حفص هذه المعضلة، فذهب إلى أستاذه عاصم يتساءل أني يعني يا أستاذي لماذا هذا الفرق الكبير بيني وبينه في القراءة؟ فماذا أجاب؟ حسب ما جاء في المصادر قال لهم أقرأتك، يعني عاصم يقول لحفص أقرأتك بما أقراني أبو عبد الله عبد الرحمن، عفوا أقرأتك بما أقراني أبو عبد الرحمن السلمي عن علي، أني أنت يا حفص واخد من ابو طالب النهائي علي ابو ابن ابي طالب. نعم. واقراته لابن عياش، ابن عياش اقراته بما اقراني زر عن ابن حبيش عن عبد الله ابن مسعود. زر ابن حبيش عن عبد الله ابن مسعود. فقام فسر يعني بمعنى اني انت يا يعني انت يا حفص انت تقرا بقراءه علي. مصدرين مختلفين اهو. نعم، مصدر مختلف. نعم، ولكن السؤال يعني هذا التبرير غير واقعي غير منطقي. لماذا؟ يعني الشخص حفص كان للسنوات ملازما لعاصم، وايضا لابد ان شعبة بن عياش ملازم وما اكتشفش ان هو تبع علي، وكانوا الاثنان يتعلمان بنفس الوقت ومن نفس المدرس. نعم، ولمده سنوات. فهل يمكن ان لا يدركا يعني ان يوجد فرق بينهما وانهما كل واحد يتعلم من قراءه مختلفه؟ اولا. ثانيا، هل يحتاج حفص بعد أن صار قارئا مشهورا وصار يجول في الأمصار معلما للناس، هل من المعقول شخص صار يجول في الأمصار معلما للناس ولا يعرف أنه يقرأ قراءة علي ولا يميز قراءة صديقه الآخر أو التلميذ الآخر أنه يقرأ بقراءة ابن مسعود؟ يعني لو أنا كنت قارئ للقرآن لكن بكل بساطة رح أميز هذه قراءة فلان وهذه قراءة فلان. بالضبط زي ما عملوا مع عارف نفس القصة حصلت مع محمد لما اتنين راحوا له علي عمر بن الخطاب وحد تاني ومسكوا ما قال له أنت بتقرأ قراية غلط، وراحوا لمحمد قال دي صح ودي صح. زي. لا، ولكن هذه التبرير بمعنى أرادوا أن يبرروا هذا الاختلاف، ولكن واضح أن هذه تشير إلى أن ما يقرأه الآخر يعني يقرأه حفص يعتمد على الذاكرة والمنهجية الفردية، فهو يعدل وشعبة بن عياش يعدل. ف 520 موضع الاختلاف هي نتيجة النقل، اختلاف منهجي في النقل. شكرا يا أخي مالك. 520 حرف، 520 موضع من قراءة اسمه ابن عياش. نعم. والتاني وحفص وعادي، الموضوع عادي. نشوفكم في الحلقة القادمة من قرآنيات.